أهلا بكم. كيف توصف العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران؟ وما حقيقة العقوبات الأمريكية على طهران؟ وما أثر هذه العقوبات على النفوذ الإيراني؟ ومدى تأثيرها على النفوذ الإيراني أيضا في العراق والمنطقة؟ وما دلالات اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات أمريكية على كل من ينتهك حظر الأسلحة على طهران؟ حيث تعهدت واشنطن بفرض عقوبات كاملة على أي شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع طهران. رافق ذلك تهديد البيت الأبيض لطهران بأن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة سيواجه برد أقوى بألف مرة، مع تلويح بمنع إيران من امتلاك أسلحة صينية وروسية. بينما وصفت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العقوبات الأمريكية على إيران أنها غير قانونية حرصاً منها على الاتفاق النووي. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني إن التحرك الأمريكي لإعادة فرض العقوبات على إيران مجرد دعاية انتخابية للرئيس ترامب ولا تأثير لها. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام حقيقة العقوبات الأمريكية على إيران ومدى تأثيرها على النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة. نتابع سويا هذا التقرير. إيران التي سقت العديد من شعوب المنطقة ويلات الحروب والدمار وبثت الطائفية وغذتها للسيطرة على المنطقة من خلال دعم ميليشياتها، لا سيما في العراق وسوريا واليمن ولبنان، تحاول اليوم الخلاص من قبضة العقوبات الأمريكية والتخفيف من آثارها الاقتصادية التي أصابت التومان الإيراني بمقتل. لكن الولايات المتحدة أعلنت استئناف العقوبات الدولية كافة ضد إيران والتي تشمل حظر التسلح. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ذكر أن إيران استخدمت ثروتها لإثارة الموت والدمار، وأن عودة العقوبات التي ستضم أيضاً حظر تخصيب اليورانيوم هي خطوة نحو السلم والأمن الدوليين. وأضاف أن واشنطن ستمنع طهران من حيازة أسلحة روسية وصينية بحسب وزير الخارجية الأمريكية. السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيل كرافت اعتبرت أنه من الواجب على الولايات المتحدة مواصلة الضغط على النظام الإيراني طالما أنه مستمر بنشر الصراعات والفوضى والمعاناة الإنسانية. الرد الإيراني جاء على شكل تحذيرات وتهديدات صدرت عن الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن أي خطوة عملية لتنفيذ العقوبات ستواجه برد صارم من قبل طهران على قوله. تبعه تهديد الحرس الثوري الإيراني بأنه وضع ما سماها بالخطط للاستيلاء على قواعد للجيش الأمريكي في المنطقة وأنه سيطبقها في حال اندلاع الحرب. وبأسلوب التهديد أيضاً قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرد على إيران بشكل مضاعف على أي استهداف قد يطال الولايات المتحدة. العقوبات الأمريكية جاءت تزامناً مع إصرار النظام الإيراني على التنكيل بالشعب وقمع الاحتجاجات بالقوة وسفك الدماء داخلياً وإثارة الصراعات خارجياً، وكلما اشتدت العقوبات عليها استخدمت العراق كوسيلة للتخفيف عنها حتى أصبح الإيرانيون يعبرون الحدود مع العراق عنوة على الرغم من قرار الإغلاق بسبب وباء كورونا، بل يجري الاعتداء على أفراد حرس الحدود من أجل العبور في ظل حكومة هزيلة سلمت زمام أمرها بيد إيران. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة وهم كل من الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الأستوديو. حياك الله دكتور. أهلا بكم. وأيضا من لندن الأستاذ محمد المدحشي المتخصص بالشأن الإيراني. أستاذ محمد مرحبا بك. تحياتي لحضرتك وضيف العزيز والسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ محمد. إذن أبدأ معك أستاذ نظير. واشنطن تعلن استئناف جميع العقوبات على إيران وإعادة فرض هذه العقوبات، كيف تقرأ هذه الخطوة وهذا البيان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ يعني الأمر غير مفاجئ، يعني ما زالت الولايات المتحدة توعد وتتوعد إيران بأنها ستعيد فرض
العقوبات، وستقف أمام أي محاولة لمجلس الأمن برفع هذه العقوبات مثل حظر التسليح وغيرها. لذلك جاءت يعني في هذا الموعد بعد مهلة الشهر الذي حددها مايك بامبيو وزير الخارجية الأمريكي. لكن الذي تفاجأنا فيه هو الموقف الدولي يعني من تجديد هذه العقوبات أمريكيا. فكثير من الدول الكبرى ك يعني فرنسا وألمانيا وحتى روسيا والصين وقفت بالضد من يعني رغبة الولايات المتحدة بتجديد هذه العقوبات، ربما لأنها ترتبط بمصالح مع هذا النظام أو لأنها لا تريد للسياسة الترامبية بالتوسع أكثر وأكثر في ولكن هذا المجال. يعني لو سألنا عن دلالات التوقيت يعني قبل أن ندخل في موضوع الاتحاد الأوروبي وماذا جرى بعد إعادة فرض هذه العقوبات، يعني لو نأخذ دلالات التوقيت لماذا في هذه المرحلة تحديدا واشنطن أطلقت هذا البيان؟ نعم، أنت تعلم أخي الكريم أن السياسيين دائما ما يستثمرون أي حدث أو أي قرار يصدر لتوقيتات معينة خدمة لأهداف سياسية معينة. في هذه الحالة نجد أن ترامب يحاول جهد ما يستطيع برفع حظوظه في الفوز في الانتخابات القادمة. يعني كما تعلم الانتخابات القادمة بعد 6 أسابيع ستكون، لذلك هو يحاول جهد إمكانه إحراز نصر كبير كالانتصارات التي يعتقد أنها قد أحرزها في موضوع القدس وجعلها عاصمة لإسرائيل، وكذلك التطبيع الذي جرى لحد الآن مع دولتين خليجيتين. هذا يعتبر نصر سياسي له ويرفع حظوظه بالفوز بولاية ثانية. لذلك جاء هذا يعني تجديد العقوبات الأمريكية على إيران في محاولة أيضا لرفع حظوظه بالانتخابات. وكما تعلم أن اللوبي الصهيوني مسيطر على كثير من مفاصل العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، وأحدى أهداف هذا اللوبي الصهيوني هو موضوع العقوبات وفرض العزلة على إيران. لذلك مثل هكذا قرار هو متوقع وتوقيته مقصود لموضوع الانتخابات يعني كما أعلم. طبعا يعني جاءت هذه الخطوة من واشنطن وهذا التعهد أو الاستئناف لجميع العقوبات ضد إيران بطبيعة الحال مع ظروف يعني تشمل هذه الظروف قمع النظام الإيراني لشعبه، طبعا لشعب إيران. أستاذ محمد المدحجي، كيف تقرأ هذه العقوبات أو إعادة فرض هذه العقوبات عندما يتحدث وزير الخارجية الإيراني عن أن هذه العقوبات لا قيمة لها وأنها مجرد دعاية انتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ كيف تقرأ هذا إعادة فرض العقوبات مرة أخرى؟ طبعا هناك وجه لهذه المحاولات من خلال إنهاء الصراع في فلسطين أو العقوبات على إيران وتزايد الضغط هو الوجه الانتخابي، لكن الموضوع أكبر كثير من مجرد انتخابات أو فوز رئيس بالانتخابات، وخاصة أن الشعب الأمريكي لا يهتم كثيراً بالملفات في السياسة الخارجية الأمريكية، وما يؤثر على الناخب الأمريكي هو الأداء في الداخل الأمريكي وليس في السياسة الخارجية. أما العقوبات على إيران لها علاقة بنظام إقليمي جديد صاعد في المنطقة تدعمه وتعمل عليه الولايات المتحدة، يسمى بالجزء العسكري منه بالحلف النيتو العربي MESA ميسا، وكذلك إنهاء الدور الإيراني ودور الميليشيات التابعة لإيران التي تؤطر الأداء لصالح الصين من أفغانستان إلى بحر الأبيض المتوسط لإنشاء جسر تواصل بين الصين وكذلك أوروبا. والولايات المتحدة لا تريد ولن تسمح بإكمال هذا الجسر تحت غطاء سائف يسمى بمحور المقاومة وتحرير القدس وتحرير فلسطين التي أصبحت شماعة لتغذية العنف والعصبية في المنطقة العربية واستغلالها من قبل إيران لتمرير مشروع الصين وأوروبا المشترك تحت غطاء هذا الصراع.
والموضوع طبعا ولا يقتصر فقط على الصراع الفلسطيني، بل هناك صراع في كشمير، صراع آخر لوضع الهند المنافس الأكبر للصين تحت الضغط من خلال الصراع في كشمير مع باكستان، وكذلك الصراع في كوريا الشمالية له علاقة. هذه كلها ساحة واحدة في النظام الدولي مترابطة ببعضها البعض. طيب الآن أستاذ محمد، الإدارة الأمريكية تفكك هذه الدينامية بدءا من فلسطين مرورا بإيران وستصل إلى كشمير وكذلك كوريا الشمالية لفرض نظام دولي جديد وخنق الصين وحصر الصين من خلال تفكيك وإنهاء هذه الصراعات التي وضعت من قبل اللوبي الصهيوني العالمي أو ما يسمى بنادي العولمة لخدمة الصين قاطرة العولمة، اللي تصل الصين بزعيمة العولمة نادي العولمة أي الاتحاد الأوروبي وليس أوروبا، لأن هناك فرق بين الاتحاد الأوروبي وأوروبا. فأهمية هذه العقوبات لها صلة مباشرة بمحاولات الإدارة الأمريكية لإنهاء النظام الإقليمي الحالي الذي يعطي الأفضلية لإيران وفرض نظام إقليمي جديد سيكون العرب الشركاء الرئيسيين مع الولايات المتحدة للتحكم بالأسواق العالمية، خاصة وأن 80% من التجارة البحرية تمر من المضيقات التي يسيطر عليها العرب، وكذلك لدى العرب ما لا يقل من 70% أو 60% من طاقة العالم. هذا بغض الطرف عن مكامن الغاز الهائلة في شرق بحر الأبيض المتوسط التي تقدر باستهلاك العالم أجمع من الطاقة لمئة عام، وهذه وكل الصراع هو يدور حول هذه النقطة أي السيطرة على الطاقة وممرات المائية. إيران تخدم أعداء الولايات المتحدة أو منافسي الولايات المتحدة أي الصين وأوروبا، والآن الولايات المتحدة تعمل على نظام إقليمي جديد يعتمد على شراكة جيوستراتيجية مع العرب، والولايات المتحدة ستفتح كل أبوابها التقنية والعسكرية لإنشاء الحلف العسكري العربي المسمى بحلف الناتو العربي MESA وإنهاء الناتو الأصلي الناتو الأطلسي لتحقيق هذا الهدف أي التحكم بالأسواق. بمعنى آخر إيران ومن يدعم إيران هم من يمنعون تحكم الولايات المتحدة بالأسواق العالمية. طيب أستاذ محمد ابقى معي سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ نظير، يعني فرض نظام دولي جديد وحصر الصين وحصار الصين ومنع إيران من أن تكون واسطة أو حلقة ربط ما بين الصين والاتحاد الأوروبي. طبعا تفضلتم قبل قليل بأن الاتحاد الأوروبي وهو أعلن حتى قبل شهر بأن هذه العقوبات إن أعيد فرضها مرة أخرى على إيران فستكون غير قانونية. الآن يجدد الاتحاد الأوروبي رفضه لهذه العقوبات على إيران، يعني هل تعتقد بأنه الولايات المتحدة قادرة على تحديد نفوذ إيران وقدرة إيران في العراق والمنطقة، طبعا بالتعقيب أيضا على ما تحدث به الأستاذ محمد؟ خلينا نفصلها يعني شيء فشيء. يعني أنا يعني الادعاء الذي يقول في الاتحاد الأوروبي على أن طلب الولايات المتحدة بتجديد العقوبات مرة ثانية هو غير قانوني، وحجتهم في هذا الموضوع بأن هناك بند في الاتفاق المبرم مع إيران مع الدول يعني أمريكا والدول الأوروبية إضافة إلى روسيا والصين بأنه تعاد آلية اسمها سناب باك إذا ما أخلت إيران في شروطها، وهي كافة العقوبات التي فرضت من قبل ترجع مرة ثانية إذا لم تفي إيران بمطالباتها. وحسب الولايات المتحدة تعتبر إيران غير منفذة لهذه الالتزامات، وبالتالي هي تريد أن تفعيل هذه الآلية، لكن دول أوروبا وكذلك روسيا والصين يقولان بأن الولايات المتحدة بالأصل انسحبت عام 2008 من الاتفاق، وبالتالي هي غير قادرة على تفعيل مثل هذا الآلية، وبوجهة نظر أخرى أن هذا الإجراء هو غير قانوني. هذه هي وجهة النظر. أما في موضوع التحدي الآن الموجود بين الولايات المتحدة والصين، الحقيقة يعني إيران حاولت أن تمثل نقطة مهمة في هذا الموضوع، وقدمت يعني عطاءات وطروحات للصين
يعني هائلة كبيرة لكي تدخل الصين إلى المنطقة عبر البوابة الإيرانية عبر اتفاقية مداها 25 سنة. لكن يا ترى هل هناك نية صينية بالدخول إلى إيران بمثل هكذا اتفاقية وتوقيعها وتجعل الصين من نفسها كحامية إلى إيران أمام دول المنطقة، أو أنه تجعل من نفسها المدافع عن إيران أمام خصومها في المنطقة؟ هذا الموضوع يعني لا نستطيع أن نقول فيه أن هناك هذا الشيء سيحصل، بل هناك شكوك كبيرة في هذا الموضوع. كما تعلم الصين يعني لديها علاقات مع إسرائيل قوية، وكذلك لديها مع الدول العربية التي هي خصوم لإيران علاقات قوية، وبالتالي الصين غير مستعدة مخاصمة كل هذه الدول من أجل الإيرانيين، ولربما يتفاجأ الإيرانيون بأنه ستتخلى عنهم الصين بالرغم من يعني العطاءات التي قدمتها إيران للصين. أما سؤالك عن مدى تأثير هذه العقوبات على الداخل العراقي، قبل أن نأتي إلى موضوع الداخل العراقي، يعني تستطيع من وجهة نظرك الولايات المتحدة فرض نظام دولي جديد كما تفضل الأستاذ محمد المدحجي؟ هي يعني الولايات المتحدة تسعى لذلك ليس من الآن، بل تمتلك من الأدوات والقاعدة لتمثيل من وقت ذلك. بوش يعني، وكانت تحاول عبر احتلال العراق بإشاعة نظام شرق أوسط جديد وكذلك نظام عالمي جديد. الآن هناك تحدي كبير للولايات المتحدة متمثلا في الصين، لكن مهما كانت يعني ومهما تصورنا أن الصين كبلد صاعد اقتصاديا و يعني حتى عسكريا، لكن لا نستطيع أن نتخيل أن الصين ممكن أن يقف أمام الولايات المتحدة. كما تعلم الولايات المتحدة بالرغم من أنها قد يعني غرقت بالديون، لديها ديون بالتريليونات، لكن مع ذلك عملتها هي من تحكم الاقتصاد العالمي، وبالتالي هي لديها قدرة على تركيع أي بلد اقتصاديا. يعني الموضوع ليس موضوع بسيط، وبالتالي إيران يعني وجودها وذرعها متمثلة وأدواتها أيضا في الميليشيات المتسيدة للمشهد في المنطقة الآن ليس فقط في العراق. ترى يعني سعي واشنطن لفرض نظام دولي جديد على غرار ما تحدث به الأستاذ محمد المدحجي هنا بالتأكيد سيلقي بظلاله على يعني نفوذ إيران المتمثل بالميليشيات المتسيدة والمتسلطة سواء كانت في العراق أو سوريا أو اليمن أو كيف ستكون ذلك وانعكاساتها عليه؟ أنا يعني أعتقد بل أستطيع أن أشبه العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران يعني كانت علاقة تخادمية في وقت ما وعلاقة تنافسية في وقت ما. يعني إيران وميليشيات التي عاثت بالأرض فسادا في دول المنطقة كان هناك فيها مصلحة كبيرة للولايات المتحدة وكذلك إسرائيل، بالذات إسرائيل بسبب النظام الإيراني وميليشياته الآن تجد الدول العربية يعني بالطابور للتطبيع مع إسرائيل. هذه المحصلة الآن التي نعيشها لم تكن تحلم فيها إسرائيل. الآن أصبح التطبيع كوجهة نظر بأنه نستطيع أن نتحالف مع إسرائيل لكي نتصدى إلى الخطر الإيراني. هذا كان فائدة كبيرة. وأنا باعتقادي أن يعني الولايات المتحدة كانت تحافظ على إيران ونظامها كفزاعة للدول العربية للهرولة إلى إسرائيل، وعندما يتم تطبيع كل هذه الدول العربية مع إسرائيل ربما في ذلك الحين ستنتفي الحاجة للنظام الإيراني وستزهد الولايات المتحدة بالنظام الإيراني. نحن لحد الآن يقول ترامب يعني يقول إذا فزت في ولاية ثانية سأعقد اتفاقا مع إيران. وأنا أعتقد أن إذا ما استكمل ترامب بسحب كل الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل لربما سوف لن يكون بحاجة إلى معاهدة مع إيران. أستاذ محمد في هذه النقطة المهمة طبعا، أستاذ محمد المدحجي، إنهاء الدورة الإيراني كما تفضلتم قبل قليل ومنع أن تكون إيران حلقة وصل ما بين الاتحاد الأوروبي والصين في مواجهة أمريكا سواء اقتصاديا أو عسكريا، أستاذ محمد يعني في هذه النقطة يعني بالنظر إلى الداخل الإيراني وما يعانيه الشعب الإيراني من مآزق اقتصادية إن صح التعبير، هذه العقوبات إلى أي مدى ستؤثر على النظام الإيراني؟ يعني طالما إيران تتمتع
بالدعم الشبه اللامحدود الصيني وكذلك الألماني والفرنسي لها، ليس مهما ماذا يحصل في الداخل. الصين تزود الحرس الثوري برادارات ثلاثية الأبعاد وصواريخ متطورة جدا، حيث استطاعت إيران تسقط الطائرة التجسسية الأمريكية المتطورة قبل العام أو بداية هذا العام من خلال التقنيات الصينية، أو تخصف منشآت أرامكو دون أن تتمكن منظومات الباتريوت المتطورة الأمريكية أن ترصدها بتقنيات وصواريخ صينية. إيران لا يهمها ماذا يحصل مع الشعب، والشعب يبقى تحت الضغط، وإيران تواصل اعتمادها على الصين وأوروبا. ودوما كإسرائيل، إيران كانت دولة وظيفية تخدم المصالح الغربية، والآن الراعي والمشغل لإيران يتغير من الجانب الأمريكي إلى الجانب الصيني والأوروبي. والسبب واضح، هو مجيء رئيس مختلف في الولايات المتحدة لأول مرة منذ قرن. نشهد إدارة أمريكية مختلفة تمام الاختلاف عن سابقاتها في التعامل مع ملفات العالم والإقليم، إقليم الشرق الأوسط بشكل خاص. الولايات المتحدة خلال فترة جورج بوش الابن والأب وكذلك كلينتون في أدنى تقدير بعد عام 2001 كانت تعتمد على إيران وميليشياتها، وهي تسببت بتوسع هذه الميليشيات وغذتها CIA والبنتاغون، غذت هذه الميليشيات وعززت قدراتها العسكرية، بحيث الآن تحارب هذه الميليشيات بمعدات وأسلحة أمريكية وتسمي نفسها محور المقاومة، وتريد تحارب إسرائيل المشروع الآخر الأمريكي والغربي في المنطقة. فهذه كلها لتسخيف العقول ولعبة سخيفة للغاية من أجل تمرير هذا المشروع. لكن المشروع هزم ليس في الشرق الأوسط فقط، بل هزم داخل الولايات المتحدة، وبل هزم داخل بريطانيا. ولهذا السبب نرى في بريطانيا بريكزيت، انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا سببه هزيمة المشروع الغربي المعتمد على إيران وذيول إيران، والمشروع الإيراني بشكل عام ما يسمى محور المقاومة. انعكست هذه الهزيمة الذريعة داخل البيت الغربي، وصعد ترامب، والآن بريكزيت بريطانيا، ولاحقا اتكزيت في إيطاليا، وبعدها انسحاب إسبانيا، وهذا كله متوقع. حركة سترات الصفراء في فرنسا، صعود اليمين القومي في الغرب للحفاظ على مصالحه المسؤولون الغرب. نعم استاذ محمد، هذه اذا سمحت إيران لي، إيران لجأت الى في نقطه استاذ محمد اذا كنت تسمعني. المسؤولون الايرانيون صرحوا من قبل، يعني ابان احتلال العراق او حتى في العام 2007 صرحوا بانه ما كان للولايات المتحده ان تحتل العراق وافغانستان لولا ايران. هذه التسهيلات التي قدمتها الولايات المتحده او ايران للولايات المتحده في مقابل الحصول على العراق وعلى يعني ثروات العراق، وبالدليل يعني ان العراق الان سوقا نفطيه او تهريب النفط وكذلك تهريب العملات الاجنبيه، وكذلك اصبح سوقا حتى للمخدرات التي تدخل عن طريق ايران. بالتالي ايران وميليشياتها يعني مستفيده استفاده اقتصاديه كامله من العراق. كيف سيكون التعامل الامريكي في حال لو يعني اقدمت او سعت الولايات المتحده الى فرض نظام دولي جديد مثل ما تفضلتم؟ كيف سيكون التعامل الأمريكي مع النفوذ الإيراني والوجود الإيراني يعني الذي يتغذى بشكل كامل على العراق ويعتبر المركز مركز الدعم الاقتصادي الأول للنظام الإيراني؟ يعني لاحظ معي صديقي، لما تم حذف قاسم سليماني والإرهابي أبو مهدي المهندس من المشهد، قبلها بساعة ما كان أحد يتخيل أن الولايات المتحدة تقوم بهكذا عملية. قطع رأس الإرهاب الشيعي رسالته واضحة، إنهاء المشروع الإيراني في المنطقة. هناك من يقول بأن الولايات المتحدة تريد التوافق مع إيران وتضغط على إيران من أجل التوافق معها. إذا كانت الولايات المتحدة تريد توافقا مع إيران،
لما انسحبت من الاتفاق النووي من الأساس، بل غيرت أجزاء من الاتفاق النووي واتفقت مرة أخرى، وإيران كانت منفتحة على ذلك. وذهب محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني أكثر من مرة إلى واشنطن ليتفاوض مع الإدارة الأمريكية، وواجه الأبواب المغلقة، والإدارة الأمريكية انسحبت من الاتفاق النووي. بعدها جاء قطع رأس مشروع إيران الإرهابي في المنطقة، والمرشح الأول للانتخابات الرئاسية القادمة الإيرانية أي قاسم سليماني، وتم حذفه الولايات المتحدة إذا كانت تريد التوافق مع إيران. قاسم سليماني هو أفضل شخص لهذا التوافق، لأنه قاسم سليماني أدار ملف التعاون والتنسيق الأمريكي الإيراني لاحتلال أفغانستان. بعدها انتقل قاسم سليماني لملف احتلال العراق، وهو كان المنسق ما بين البنتاغون والحرس الثوري، وكانت غرفة التنسيق لاحتلال أفغانستان بين إيران والبنتاغون كانت في مدينة كرمان جنوبي إيران شمالي مضيق هرمز. فقاسم سليماني هو الشخصية المثالية للتعاون الأمريكي الإيراني، لكنه الإدارة الأمريكية الحالية هي لا تريد تعاونا مع إيران، وإن أرادت تعاونا مع إيران سيكون هذا التعاون مختلف من خلال تغيير النظام الإيراني وإسقاط النظام الحالي. الولايات المتحدة تصنف الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، أي يجب حذفه من المشهد. الولايات المتحدة لا تريد التفاوض مع خامنئي، وإن أرادت بدون أذرعه. يعني أنتم تخيلوا اليوم يتم تقطيع أذرع إيران، الميليشيات والحرس الثوري ما تبقى لخامنئي. خامنئي لن يبقى يوما واحدا على كرسيه بطهران، خامنئي يحكم في طهران بفضل هذه الميليشيات. فعودة لسؤال حضرتك، بعد الانتخابات الأمريكية إن استطاعت العملية السياسية الفاشلة في العراق تلجم هذه الميليشيات وتحذفها من المشهد، فهذا يكون الخيار الأسهل. وإن لم تستطع ذلك، الولايات المتحدة ستقوم بعملية جراحية داخل العراق وستقتلع هؤلاء، لأن الولايات المتحدة ليس أمامها وقتا. الموضوع لا له علاقة لا بالعراق ولا بإيران ولا بالعرب، الموضوع له علاقة بالخطر الداهم على الهيمنة الأمريكية وعلى السلطة الأمريكية أي الصين. الولايات المتحدة ليس أمامها وقتا كثيرا، بضعة سنوات، يعني 3 أو 4 سنوات ولا أكثر، وهي مضطرة على فرض نظام الذي يخدم مصالحها على الإقليم وعلى العالم أجمع بالتدريج، ومنعا لصعود النظام الإقليمي الجديد التي تعمل عليه الصين وأوروبا، تحديدا الاتحاد الأوروبي وليس أوروبا. خلنا نميز التوصيفات، لأنه يعني أيضا هناك أمريكا أخرى يجب أن نميزها مع الإدارة الأمريكية، أمريكا CIA وأمريكا جو بايدن. هؤلاء يدعمون إيران ويعولون على إيران، ترامب يريد اقتلاع إيران. نعم أستاذ محمد، ابقى معي لو سمحت. أستاذ نظير، استمعت إلى ما تفضل به الأستاذ محمد المدحجي، هل تتوقع فعلا أن تكون هناك عملية جراحية أمريكية لاستئصال الميليشيات في العراق بعد الانتخابات الأمريكية، لا سيما أن هناك خطر داهم صيني على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني أنا أتفق مع كثير ما ذهب إليه ضيفك الفاضل، لكن أنا يعني أختلف معه أنه ربما ستقدم الولايات المتحدة على تنفيذ عملية جراحية لاستئصال هذا الورم الموجود في العراق عبر هذه الميليشيات المنتشرة فيه. لكن يعني ربما الآليات التي يتعامل مع بها الكاظمي في بعض مفرداتها هي تؤدي إلى الشيء الذي ترغب فيه الولايات المتحدة في محاولة تحجيم نفوذ إيران داخل العراق. أما أن تصل المرحلة في ترامب للتدخل عسكريا أو دعم قوة عسكرية عراقية لقيادة انقلاب أو قيادة معركة مع الميليشيات، أظن هذا الموضوع هو يعني من آخر خيارات ترامب. كما نعلم في كثير من الحوادث ترامب لا يتعمد الدخول في معارك، بل لديه رغبة في سحب قواته من هذه المنطقة لأنها يعتبرها حروب عبثية. ماذا لو قلنا أن المصالح الأمريكية تتغير بحسب الوقت وحسب هذه المصالح؟ يعني مثلا احتلال أفغانستان في زمن ما واحتلال العراق جاء بعد 2 سنوات من احتلال أفغانستان. الآن ألا ترى أن الظروف مواتية لتدخل أمريكي عسكري؟ يعني في الماضي كان هناك من يقول بأنه أمريكا لن تدخل في مستنقع فيتنام، بينما دخلت في مستنقع أفغانستان ودخلت في مستنقع العراق،
وها هي الآن يعني مع إعلان الرئيس الأمريكي، هناك تأكيد من البحرية الأمريكية أن حامل الطائرات التابعة لها وبوارج بحرية دخلت إلى منطقة الخليج العربي. هل يعني وخصوصا تحدث الأستاذ المدحشي أنه بعد الانتخابات الأمريكية، وبما أنه الولايات المتحدة قامت بقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في سابقة لم يتوقعها أحد، ممكن أن تقوم بعمل جديد لتطبيق أو فرض هذا النظام الدولي الجديد في المنطقة؟ هل تتوقع أنه ربما نشهد مواجهات عسكرية فعلية ما بين الأمريكيين والأدوات الإيرانية إن صح التعبير؟ يعني الحقيقة أنا لا أتوقع ذلك. يعني الولايات المتحدة بقيادة ترامب، ربما في حكومات قادمة أخرى غير ترامب ربما تتدخل عسكريا، أما ترامب وإدارته الحالية هو لا يدخل أي معركة. لكن ربما هناك احتمال آخر، ربما يدعم حربا داخل العراق أو داخل سوريا أو أي مكان تتواجد فيه إيران بحروب وكالة، يعني يدعم طرفا ما، وحتى هذا أنا لا أرجحه كثيرا. ويعني كما قلت ذكرت يعني في موضوع أفغانستان وحتى في العراق لأكثر من مرة ذكر ترامب يعني واعترف بأن الإدارة الأمريكية أو الإدارات الأمريكية التي سبقته قد اقترفت خطأ كبيرا في تدخلها في العراق واحتلاله، وكذلك حتى في أفغانستان. بل نجد أن الآن في أفغانستان هو ينسحب ذليلا عبر يعني معاهدة مع الطالبان الذين كان يصنفهم كإرهابيين. اضطر وزير خارجية الولايات المتحدة أن يجلس مع حركة طالبان التي في يعني قبل أشهر قليلة كان يعتبرها من المنظمات الإرهابية في العالم. الولايات المتحدة صحيح أنها تحاول أن يعني تحرك وجهتها نحو الصين والتحدي الكبير لها، لكن مع ذلك أنا يعني أتوقع أن المنطقة لن تتخلى عنها كثيرا، ولكن لن تغامر بإيجاد حرب جديدة سواء في العراق أو أي منطقة أخرى قريبة من هذه المناطق. شيء مهم آخر، أن ترامب يجد أن الأساليب التي يعني يحاول بها مع إيران تؤتي بأكلها. لما يدخل في حرب؟ يعني الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية والآن تجديد هذه العقوبات، يعني الآن وصل إلى مرحلة كبيرة في إضعاف إيران. لماذا يدخل معها في حرب؟ هو الآن يستطيع من خلال هذه العقوبات وهذه الحصار، بل عقوبات الشركات التي تتعامل مع النظام الإيراني، تؤتي بكلها. والآن الاقتصاد الإيراني بأضعف حالاته، لماذا يدخل في حرب؟ محاربة الميليشيات المتواجدة في العراق أو في سوريا أو ربما مناطق أخرى قادر ترامب على تحجيمها ونسفها عبر أضعاف النظام الإيراني، وهذا ما هو سائر عليه. بل نحن في فترة الفترات يعني عندما أعلن هذا الشيء وهذه الخطط لاحظنا تباطؤ الإجراءات على الأرض، وشككنا بأن لا إرادة حقيقية لترامب بإضعاف النظام الإيراني. لكن يبدو أن لكل شيء له توقيتات. هو الآن يحاول تسريع هذه العمليات، وكما ذكر الضيف الكريم أستاذ محمد، هو الآن لا يمتلك الوقت الكافي لكي يعني ينتظر سنوات لتحقيق ما يريده. لربما تسريع هذه الخطوات ضد النظام الإيراني يعني تصب في يعني حقيقة أنه يريد أن يحجم النظام. طيب. النظام الإيراني بشكل حقيقي. اسمح لي أستاذ نظير أنتقل لأستاذ محمد المدحشي. أستاذ محمد، الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه وضع خططا للاستيلاء على قواعد للجيش الأمريكي في المنطقة. الكثير من التصريحات تصدر من الحرس الثوري الإيراني أو حتى من النظام الإيراني. يا ترى المرحلة المقبلة، هل ترى أنه ممكن أن تتطور المواجهات ما بين الأمريكيين والأدوات الإيرانية إلى مواجهات عسكرية؟ تحدثتم عن عملية جراحية أمريكية ربما ستكون لاستئصال الميليشيات الداعمة لإيران أو المدعومة من قبل إيران. كيف ستكون هذه القصقصة أو هذه المواجهة من وجهة نظرك؟ يعني خلو أشير إلى ما انتهى به ضيف العزيز حول طالبان. نعم تفضل. والاتفاق الأمريكي مع طالبان. الولايات المتحدة تنهي الصراع في أفغانستان الذي كان كذلك يخدم الصين، وتريد الآن من طالبان
أن تلعب دوراً جديداً داخل الصين وداخل إيران، وكذلك حتى لضرب باكستان إن أرادت تبقى في المحور الصيني المعروف باسم طريق الحرير الجديد. وطالبان سيكون لها دور مختلف منفك عن باكستان لإشعال النيران أو نقل النيران المشتعلة في أفغانستان إلى داخل إيران والصين وباكستان. وكذلك مع العراق نفس الموضوع سيحصل، والحديث حتى دار عند ذيول إيران في العراق حول بأن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء ميليشيات كما وصفوها في محافظة الأنبار. وكذلك سعيد حجاريان مؤسس وزارة المخابرات الإيرانية خلال فترة الحرب الإيرانية العراقية 8 سنوات كان لديه مقال في وكالة إنصاف نيوز للأنباء الإيرانية قبل ما يقارب من عام أو أقل من عام، وهذا الرجل هو رجل مخابراتي بامتياز، رجل أمني إيراني، قال بأن الولايات المتحدة لديها خطة لإنشاء منطقتي لحظر الطيران على غرار ما حصل في العراق بعد حرب الكويت وغزو الكويت في كردستان إيران وكذلك في الأحواز. وقال بأن الولايات المتحدة ستعمل على تجنيد وتسليح العرب والأكراد لمحاربة إيران. وبالمناسبة قبل أسبوع إيران أعلنت عن إنشاء ميليشيات جديدة، وهذا شيء مستغرب. يعني أنتم تخيلوا حتى الآن إيران كانت تنشئ ميليشيات داخل سوريا أو لبنان أو العراق أو اليمن بتسميات فاطميون وما أعرف حيدريون وهذه التسميات الزائفة المذهبية. قبل أسبوع إيران أعلنت عن إنشاء ميليشيات جديدة اسمها رضويون في الأحواز. ماذا يعني، ماذا يفسر ذلك للمستمع هذه المحاولة الإيرانية إنشاء ميليشيات اسمها رضويون في الأحواز؟ أساساً إيران تضع ما لا يقل عن 20% من قوتها العسكرية في إيران رسمياً، يعني المعسكرات وتواجد الجيش والحرس الثوري نسبته في الأحواز 20%. مدينة الأحواز العاصمة تحاصرها 5 معسكرات كبرى تستقر فيها 5 ألوية منها أكبر لواء مدرع إيراني، يعني أكبر معسكر أو أكبر تواجد للمدرعات الإيرانية يوجد في الأحواز العاصمة. فهذا كله يظهر مدى التحضيرات، وهذه التحضيرات ليست من أجل والله مفاوضات، يعني هكذا حجم هائل من التحضيرات العسكرية والأمنية لا يظهر بأنه هناك محاولات، فقط هذه المحاولات تقتصر على مفاوضات. طيب وانا أستاذ محمد، لا يوجد يعني اي مؤشر على يعني المفاوضات، لأن الولايات تقصد المتحده تقصد انه ممكن ان تكون هناك خطه امريكيه لاضعاف النظام الايراني من الداخل، وبالتالي هناك يعني تحسس من النظام الايراني بانشاء ميليشيات من الداخل لمواجهه اي خطر محدق بالنظام. يعني الموضوع صديقي أكبر من ذلك، يعني خطر محدق أنه احتجاجات ولا مظاهرات يدخلوا بالشارع ولا تفجيرات، هذه كلها حصلت سابقا، هذه ليست جديدة بالنسبة على النظام الإيراني، وكل إيران لدى إيران حلول لهذه الحالات. الموضوع هو أكبر من ذلك، لما إيران تذهب باتجاه إنشاء ميليشيات ولديها تسمية رسمية، أساسا إيران لديها ميليشيات داخلية واسمها البسيج، الآن إيران تنشئ ميليشيات مختصة للأحواز واسمها رضويون، وهذه أول مرة تعلن عنها قبل أسبوع. فالموضوع صديقي الاقتلاع، يعني شوف انسحاب الولايات المتحدة، انسحاب قواتها من الإقليم هو ليس انسحابا بقدر ما هو إعادة تموضع، هذه دعاية يستخدمها ترامب من أجل استرضاء الناخب الأمريكي بأننا تقلص إنفاقنا العسكري وتقلص تواجدنا العسكري وتقلص ضحايانا العسكريين في المنطقة من أجل الوفي بشعاراته الذي وعد بها خلال الانتخابات السابقة، وهو قالها بالحرف أيضا، قال حتى الآن قواتنا تعمل في المنطقة كشرطي، نحن لسنا شرطي، نحن جيش والجيش له مهام أخرى، نحن نعيد، وقالها نحن نسترجع قواتنا وسنرسلها عند الضرورة. يعني أنتم لاحظوا الآن إحصائية رسمية منشورة كل واحد يستطيع أن يجدها في الجوجل، أمريكا لديها 50 قاعدة عسكرية أطراف إيران، أطراف حدود إيران، لماذا لم تغلق ولا واحد من هذه القواعد العسكرية؟ يعني إذا كانت الولايات المتحدة تنوي بأنه تريد اتفاق مع إيران
كبادرة لحسن نية تغلق إحدى هذه القواعد، واحدة منها، أنا لا أقول خمسينها كلها، واحدة منها يعني. فالموضوع هو الحقيقة أكبر من ذلك، وجميع المؤشرات يعني اليوم إذا شخص كان قد لاحظ المؤتمر لخمسة وزراء، وزارات السيادية الأمريكية، وزارة الخزانة، وزارة التجارة، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، المستشار الأمن القومي، كلهم صفا واحدا يتحدثون عن الملف الإيراني وكأنه إيران قوى عظمى. الموضوع طبعا رسالة هي ليست فقط لإيران، هي رسالة للصين. والرد الصيني جاء قبل قليل، أنا أتحدث معكم وأتفرج على التويتر، المندوب الصيني في جنيفا في الفرع الأوروبي للأمم المتحدة وصف العقوبات الجديدة الأمريكية باللعبة السخيفة يجب أن تنتهي. يعني اللهجة الصينية أيضا نبرة حادة لها، اللعبة السخيفة التي يجب أن تنتهي. واشنطن أعلنت أنها ستمنع طهران، لديها خطط. أستاذ محمد، واشنطن أعلنت أنها تمنع أو ستمنع طهران من امتلاك أي أسلحة صينية أو روسية، هل هي قادرة فعلا؟ يعني إذا أخذنا تصريح محمد جواد ظريف قبل يومين الذي تحدث على مع القناة الأولى الإيرانية وقال نحن سنواجه وسنرد على الولايات المتحدة إن حاولت تفتيش السفن المتوجهة لإيران، يعني حتى الآن نحن لم نسمع عن هكذا محاولة أمريكية أن تفتش السفن المتجهة إلى إيران، وظريف أكد ذلك وقال أن إيران سترد على ذلك. فالولايات المتحدة نعم لديها خطة، وهذا الموضوع يا صديقي لا له علاقة بإيران، الموضوع له علاقة بالصين. الولايات، أنا أؤكد مرة أخرى، الولايات المتحدة ليس أمامها الوقت الكافي. اسمح لي سأعود إليك مرة أخرى لإعادة تموضعها في المنطقة. نعم أستاذ محمد، أعتذر منك، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ نظير، يعني كل هذه المستجدات ما تأثيرها على العراق، على الوضع العراقي؟ والعراق الآن يعيش ثورة عارمة شعبية ضد النظام المحاصصة في العراق الذي تدعمه وترعاه إيران منذ عام 2003. نعم، أنا أجد هناك تأثير لاحق وكبير على نفوذ إيران في العراق. يعني العراقيين ينظرون إلى الولايات المتحدة والنظام الإيراني كعدوين عاثوا بالعراق فسادا، لذلك أن أي خصومة وعداء بين هذا البلدين هو في مصلحة الشعب العراقي. وأعتقد أن فرض إعادة إرجاع العقوبات وفرض المزيد من العقوبات على إيران سوف يضعف النظام الإيراني ويؤثر على دعمه للميليشيات المتحكمة بالمشهد العراقي، وبالتالي هناك إمكانية كبيرة للشعب العراقي أن يستغل هذه الفرصة لإعادة زمام الأمور إلى الشعب العراقي وليس إلى هذه الأحزاب والميليشيات العميلة. وتعليقا فقط على كلام ضيفك الكريم عن أن إيران لا يعني هددت بالرد العنيف إذا ما قامت الولايات المتحدة بتفتيش سفنها، الولايات المتحدة فتشت السفن الإيرانية الذاهبة إلى فنزويلا ولم تستطيع أن ترد عليها. خامنئي هو من منع أن يكون هناك رد فعل على مقتل قاسم سليماني. أقوى رد فعل لإيران على مقتل قاسم سليماني هي هذه الصواريخ التي وصفها، والتي لم تصب ولا يعني وصفها البعض بأنها سخانات للماء. البعض وصفها بأنها سخانات للماء، هذا أقوى رد. يعني قاسم سليمان يعتبر يعني هو الذراع الأقوى لإيران في المنطقة، كانوا يخوفون به المنطقة. كان أيضا علي خامنئي قد هدد بمفاجأة كبرى قبيل الانتخابات الأمريكية، وأيضا لم نرى شيء ونحن على بعد 6 أسابيع من هذه الانتخابات. لا أعتقد الولايات المتحدة تستطيع تنفيذ أي تهديد للولايات المتحدة. الولايات المتحدة قادرة على تركيعها لو شاءت ولو كانت لها الإرادة. نعم أستاذ محمد، من وجهة نظرك هل سيستمر النفوذ الإيراني على هذا الزخم القوي في العراق تحديدا؟ يعني لو أخذنا لو غضينا النظر عن ما يجري في سوريا وهو ملف يعني مهم وخطير جدا لصالح إيران، ولكن هنا نؤكد فقط أو نركز على الشأن العراقي، على الداخل العراقي. كيف تنظر إلى تداعيات العقوبات الحالية على وارتداداتها أيضا على مستقبل الوجود الإيراني في العراق؟ يعني الآن العملية، أنا أجيب من هذه الزاوية، العملية السياسية الفاشلة في العراق والفاسدة أمام خيارين، وكلاهما مر، أو تقتلع أذرعها الميليشاوية والتي إن نفذت ذلك
ستسقط هذه العملية، لأنه بدون هذه الأذرع الميليشاوية هذه العملية السياسية ستسقط، أو ستدخل الولايات المتحدة بعملية جراحية. وأنا لا أقول عمل عسكري حتى لا نخلط بين موضوع الحرب التقليدية والعمل العسكري، بعملية جراحية لاقتلاع هذه الأذرع واقتلاع العملية السياسية معها. فالذي ما نشهده من الضغوط على إيران ليس فقط العقوبات، لا محالة سيؤدي إلى إنهاء التواجد الإيراني في العراق، لا محالة. أنا أؤكد وأكرر، لا محالة، ليس فقط بسبب أن إيران تضعف، بل يعني العراق هو العقدة بالنسبة لما يسمى أو ما يوصف بمحور المقاومة المتاجرة بفلسطين. وإن استطاعت الولايات المتحدة أن تسيطر على العراق، اقتلاع إيران من أحضان الصين أو إسقاط النظام أو الحرب مع إيران، أنا لا أتحدث ماذا سيحصل مع إيران لأنه هذا مختلف عليه، سيكون أسهل بكثير. أي بتعبير آخر وأدق، العراق خلال فترة قصيرة، لا أريد أحدد مداها، ولا يعني لن تكون طويلة بمعنى سنتين، ستكون قصيرة جدا، سيتحول إلى المنصة الرئيسية للقضاء على النظام الإيراني الحالي. العراق فعلا أستاذ نظير سيتحول إلى المنصة الرئيسية للقضاء على النظام الإيراني، في حين أن النظام الإيراني الآن هو يعني مستند إلى قاعدة العراق، وهناك من يقول بأنه العراق فيه من الحاضنة التي دعمت النظام الإيراني. من سيقضي على النظام الإيراني ومن سيستخدم العراق للقضاء على النظام الإيراني؟ يعني أنت تقصد الولايات المتحدة؟ لا أظن الولايات المتحدة هي ناوية استخدام العراق كمنطلق للقضاء على النظام الإيراني، لأن أصلاً لا توجد إرادة أمريكية بالقضاء على النظام الإيراني، لربما الشعب الإيراني نفسه هو من سيقضي على هذا النظام. هناك خطر داهم وليس للولايات المتحدة الوقت مثلما تفضل الأستاذ محمد. نعم، والقضاء خطر داهم يعني الصين، أقصد عامل نعم الصين. نعم، والقضاء على النظام الإيراني ربما يحتاج وقت طويل، يعني الآن إيران لحد الآن صامدة بعد عدة سنوات من الحصار، بل هو النظام الإيراني منذ أن جاء بال79 ولحد الآن لم يشهد حالة رخاء اقتصادي بسبب سياسة الخارجية. ما أريد أن أقوله يعني ليس يعني بشيء يعود على النفع للشعب العراقي أن يكون منطلقا لتغيير الأنظمة المجاورة، جربها صدام حسين ولم يفلح وجلبت علينا مصائب كبيرة. كيف جربها؟ نعم، أنا أقصد في الحرب العراقية الإيرانية، عندما كان هناك تصدير للثورة الإيرانية إلى العراق، كان هناك موقف مشرف للعراقيين بصد هذا الهجوم عند البوابة الشرقية للعرب، ولكن طيلة هذه الحروب لم يتسنى لصدام حسين أو النظام العراقي أن يفرض تغيير هذا النظام الذي إذ إن بقي سيعاود الكرة، وقد فعلا عاد الكرة واحتل العراق الآن تحت الاحتلال الإيراني. أنا أقول أنه ليس من الجيد أن يكون العراق منطلقا لتغيير الأنظمة المجاورة، ولكن من الجيد للشعب العراقي أن يتم تحجيم هذا النظام ويعني جعله في حدود الإقليمية ويكف شره. هنا يقصد ربما الأستاذ محمد أن القواعد الأمريكية ربما ستكون منطلقا لتغيير النظام. نتوجه بالسؤال للأستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني هل يعني تقصد أن القواعد الأمريكية ربما ستكون يوما ما منطلقا لتغيير النظام في إيران؟ لا لا، بالعكس، أنا أقصد أن النخب القادمة ستحكم العراق هي التي ستعمل بالشراكة مع شراكة دول عربية وطبعا مع الولايات المتحدة تغيير نظام الإيراني، لأنه إيران إذا بقت هي ستبقى خطرا على العراق. هذا ليس من أنه والله العراق سيكون ساحة تصفية حسابات، لا هذا غير صحيح. من أجل الأمن القومي العراقي يجب القضاء على النظام الإيراني. يعني لاحظ معي، حينما كان نظاما ملكيا في إيران ماذا فعل النظام الملكي؟ أيضا ذهب باتجاه حربين مع العراق، لكنه حكمة النظام العراقي وخاصة الشهيد الراحل صدام حسين منع ذلك الحربين، لكنهم جاءوا بخميني واشترطوا عليه الأمريكان في اجتماع غوادالوب الذي اجتمع فيه الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا والمستشار الألماني، واتفقوا على المجيء بالخميني وما يسمى بالثورة الإيرانية الإسلامية. أحد أهم الشروط كان اندلاع حرب مع العراق،
والعراق سد ذلك بشكل جيد، وأساسا العراق ما كان ينوي إسقاط النظام الإيراني، وهذا خطأ صدام حسين. يعني نعم. إذا كان صدام حسين يعمل على إسقاط النظام الإيراني لكان اليوم العراق في سلام وفي خير. شكرا لك أستاذ محمد. الإيرانيون دوما ينظرون للعراق امتداد طبيعي لحضارتهم وامتداد جغرافي طبيعي، كما قاله إبراهيم يونسي، علي يونسي وزير الدفاع الإيراني خلال فترة حكم محمد خاتمي، بأنه العراق هو امتداد طبيعي لجغرافيته. أي بمعنى أو لا ينظرون للعراق فقط توسعي، بل ينظرون للعراق جزء من إيران، يعني هكذا ينوون. شكرا لك أستاذ محمد. عليه يعني الموضوع حل العقدة الإيرانية متفق عليه عراقيا وعربيا وأمريكيا. شكرا لك أستاذ محمد المدحشي. في أقل من دقيقة أستاذ نظير، هل ستكون العقوبات خانقة للنظام الإيراني؟ نعم، أنا أعتقد أن النظام الإيراني يعاني بشدة من هذه العقوبات، بل وصل إلى مرحلة الاستجداء من الولايات المتحدة لرفعها. يقول الرئيس الإيراني الولايات المتحدة لم تستجيب لرفع العقوبات مدة سنة واحدة من أجل وباء كورونا، وبالتالي أعتقد النظام الإيراني يتضعضع بسبب هذه العقوبات. شكرا لك أستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو، وأشكرك شكرا جزيلا ضيفي الأستاذ محمد المدحشي المتخصص بالشأن الإيراني، كنت معنا عبر سكايب من لندن. شكرا لك أستاذ محمد. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.